لسه مكملة معاكم حلقتنا، وهنبتدي فقرة single mother من خلال ان احنا نتكلم على رأي الدين وحكم الشرع. ممكن اعمل عملية تلقيح؟ ممكن اتجوز بغرض الطلاق علشان بس اخلف؟ هيكون معانا الداعية شريف شحاتة علشان يفهمنا اكتر وما نقعش في الغلط. ازاي حضرتك؟ انا سعيدة جدا بوجودك معانا. للأسف في مجتمعنا العربي العنوسة في ازدياد، ومش بس في المجتمع العربي، كمان في المجتمع الغربي العنوسة بتزداد في العالم كله. بره لقوا حل ان الستات يعملوا عملية التلقيح ويلاقوا متبرع فتبقى ام من يعني بس من خلال العملية، وما يكونش فيه اب وياخد اسمها هي شخصيا. في مصر الموضوع مختلف، احنا بنتجوز وبيبقى في نيتنا الطلاق، انه يعني مش عارف حضرتك شفت فيلم بشتري راجل بتاع الفنانه الجميله يعني نيلي كريم؟ بالظبط، فكره ان انا اتجوز وانا مقرره ان انا هتطلق بعد ما اجيب البيبي. طبعا بدايه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما حضرتك قلتي في الاول، هي فكره انه بره عندهم تقاليد او عندهم عادات أو عندهم أفكار مفتوحة جدا، حاجة فري جدا، مفيش تقييد عليها سواء قانونا أو دينا بيرجعوا ليه. يعني إحنا عندنا الوضع مختلف. إحنا طالما مسلمين أو طالما إحنا في مجتمع عربي فبالتالي هناك حدود، يعني إحنا عندنا زي كتالوج، عندنا ريفرنس بنرجع ليه، فبنقول هل الكلام ده يتناسب مع الدين اللي أنا عليه؟ يعني هل ده حلال ولا حرام؟ هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ زي بالضبط السؤال، هو كل حاجة في الحياة دين؟ هو الأصل في الحياة أن أنا عندي دين، لأن أنا هموت على هذا الدين وهبعث على هذا الدين، فالقصة كبيرة جدا. فالنهاردة لو هم عملوا مثلا زي بالضبط فكرة سنجل مام أو سنجل ماذر، سنجل ماذر فكرة جديدة برضو طرحت، وواحدة تصاحب واحد وتحمل منه وتخلف البيبي، وهو طبعا سابها ومشي. هو مفيش حاجه اسمها سنجل ماذر بالمعنى ده هنا اللي وصل، انما هو الاصل في ان دي كلمه اسمها زنا، دي مش سنجل ماذر خالص. كذلك سنجل مام او فكره ان انا هتجوز علشان يجي لي بيبي وبعد كده خلاص انا هتطلق، اذا الشروط دي من الاول ان انا هتجوز علشان ده يحصل فيجي لي ولد او يجي لي بنت، يعني خلاص مجرد الحمل فانا خلاص هتطلق لان ده الاتفاق. هو ده مش الجواز اللي الاسلام اتكلم عنه. الاسلام اتكلم عن الجواز اللي بيتبني على اسره، اللي بتبني على حسن اختيار، اللي بتبني على عمار الأرض، اللي بتبني على وجود نسل أو نسب صريح ومعلوم النسب، مش جاهل النسب. كمان بيتبني على إن الأصل استمرارية الحياة. يعني ربنا عز وجل بيقول في القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. القصة هنا لتسكنوا إليها، هل الزواج أنا فعلاً هيعتبر بالنسبة لي سكن؟ كلمة سكن مش مجرد سكن البيت، لا، سكن يعني سكن عاطفي، سكن روحي، سكن عقلي، سكن فكري، سكن أخلاقي، سكن ديني، سكن قيمي، سكن حياتي أصلاً. يبقى إذن زي ما بيقولوا ساكن قصادي، يعني الفكرة أن أنا مستريح وهي مستريحة، الفكرة أن إحنا عايشين مع بعض، بنبني أسرة، بنبني مجتمع. إحنا عندنا رغم أن الطلاق مباح ولم يوجد في الشرع فكرة إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، لا، ربنا عز وجل هو من أقر ومن شرع الطلاق، فهو ربنا ما بيبغضش الطلاق إلا لو كان بناء على ظلم، بقى دي حاجة تانية. إنما استحالة العيشة أو العشرة بين الزوجين هنتطلق، إذن ده حكم خلاص. فإذن نظرتي للمطلقة ولا أي حاجة، لا، حياتها ما كملتش. خلينا نرجع تاني لفكرة لو أنا مثلاً دلوقتي سني خلاص بقى 45، تمام، وما عنديش مثلاً غير 6 شهور أو 7 شهور وما لقيتش ابن الحلال، وخلاص يعني الدكاترة بتقولي إنه بعد 45 استحالة يكون في خلفة، فأنا قدامي 6 شهور. الفيلم اتعمل أو الموضة اللي طلعت أو ناس كتير في المجتمع، يمكن إحنا أول مرة نقول الكلام ده، لا، بس في حالات كتير قوي في المجتمع بتتفق مع الزوج إن إحنا نتجوز للمدة دي علشان أقدر إن أنا ما هو ده ما يسمى بقى فكرة زواج المتعة وزواج المسيار، إن أنا بحدد زمن وبحدد تفاصيل. ده مش جواز، يعني هذا لا يعتبر في الشرع زواج صريح أو زواج صحيح. ده زواج بني على شروط، شروط اللي هي زي بالظبط واحد هياخد واحدة، حد مثال تاني، هو على نفس المقياس. واحد غني جدا وعنده 70 سنة، راح جاب بنت شابة عندها 25 سنة، 20 سنة، جميلة جدا، فقال لها بص يا بنت الحلال أنا هتجوزك لمدة 6 شهور وهديك المبلغ الفلاني بعدين نتطلق. ده جواز غير صحيح. نفس الفكرة بالظبط بس اتعكست،
لا انا هتجوزك علشان يحدث يعني حمل وهنطلق. طيب احنا عكسنا المعادله بالظبط. لو اتجوزوا وبعد كده هي حبته او هو حبها والحياه كملت، هو ما بني على باطل فوق باطل. انا ما ينفعش اقول ايه والله يا جماعه انا مش هتوضى بس هصلي، لو عجبني الصلاه هتوضى بعد كده. لا هو انا ما اتوضيتش، فمعنى لازم ناخد النيه. طبعا معنى ان انا ما اتوضيتش بل الصلاه باطله، ما بني على باطل فهو باطل. انما ثانيا الزواج ليس تجربه، الزواج حياه وليها تشريع وليها قوانين وليها احكام كتيره جدا جدا وليها تفاصيل كتيره جدا جدا. ثانيا احنا بنناقض اصلا ما بني عليه الزواج في الاسلام. الاسلام بني الزواج فيه علشان وجود حياه مستقره، موجود علشان يكون هناك حفاظ على شهوة الإنسان سواء الرجل أو الست. الزواج موجود علشان يكون هناك سكن ومودة ورحمة وحياة كاملة. بالإضافة إلى ده كله حق الأولاد. أنا النهاردة خلفت وقلت له طلقني مثلا، طب ليه أنا حرمته من الولد ده؟ وأنا اللي عايزاه مش هو. بناء على هذا الكلام أنا مش عايزه، فهي اللي تاخد الولد. مين اللي ربى الولد وليه يطلع من الأول فين باباه؟ فأنا حرمت الطفل اللي حتى جه من أبسط حقوقه أنه عايش في بيت وفي أسرة، عكس الظروف الأخرى. لو مثلا قدر الله والده توفى فهناك بدائل أخرى. لو النهاردة هي قررت تيتمه من الأول بالضبط، يعني هي واخدة قرار أن هي بتعمل شيء أصلا أصلا عكس الفطرة الطبيعية جدا. لأن الإنسان أو يعني حسأل سؤال بسيط جدا ودي حاجة نفسية شوية، هل الأصل من زواج المرأة بالرجل أو العكس؟ أن أنا عايزاه يجي لي منه ولد أو بنت وامشي وخلاص. هي حاجة من الغريزة برضو، يعني أسأل سؤال أيهما أولى؟ الغريزة اللي جوايا أنا محتاجة إن أنا أصون نفسي بيها وأعفي نفسي بيها، ولا غريزة أمومة؟ إيه الأولى؟ يعني أعتقد إن الستات غريزة الأمومة أقوى. لا ما أقوى ليه؟ أقوى لأنها جت صح، جت عن طريق شرعي سليم مش العكس. مش أنا، طب أنا النهاردة هدي مثال، اللي عندها مشكلة في الجزء ده في الإشباع ده، هل هي هتقدر تكمل حياتها من غير راجل مثلا؟ في ناس هتقدر تكمل، في ناس ما اقدرش انكر ده، ولكن هو ده الاصل. ولا هي عايشه في ضيق وتعب ونكد واكتئاب، لو في حاجات بتيجي من دي بتسبب اكتئاب. فبالتالي احنا بنينا شيء على كيان غير 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 سليم، غير مبني او غير مرتب على خطوات. طب لو ما حصلش الجواز، خلينا نرجع لحاجه تانية. لو دلوقتي انا ستة مقتدره وممكن اسافر مثلا دوله زي امريكا وألاقي متبرع وأعمل عملية التلقيح وأدي ابني الجنسية الأمريكية كويس جدا وأعيش. من هذا الرجل؟ ده الرجل ده مين بالنسبة لي؟ ما هي فكرة برضو إن ده برضو حرام. إحنا دلوقتي ما حصلش الجواز. طبعا ده زنا مقنع. يعني زنا مقنع؟ يعني هذا السائل اللي أنا خدته من الراجل ده، هو مين الراجل ده؟ في حاجه اسمها يعني هم عندهم يسموه متبرع، ده محرين يسموه اكل عيش بالنسبه لهم. المتبرعين دول بياخدوا فلوس. طب ما عنديش مشكله، يعني هم بالنسبه لهم ما عندهمش مشكله في ده. احنا بالنسبه لنا ديننا نفسه ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا اسره، احنا عندنا زوج وزوجه، عندنا اطفال وعندنا اولاد وعندنا حياه مستقره، عندنا تربيه. لسه الولد اللي جاي او البنت هتتربى من جديد. فهم بره يفعلوا ما يشاءوا بحكم بقى قوانينهم، بحكم عاداتهم تقاليدهم افكارهم. طب احنا بنتكلم على اللي جوه اللي بيطلعوا بره. احنا بنتكلم على، بص يا فندم، انا النهارده جوه مصر انا مسلم، انا في امريكا انا مسلم، انا في ايطاليا انا مسلم، انا في الهند انا مسلم، انا في تونس في المغرب في السعوديه انا مسلم، هعيش مسلم وهموت مسلم. فربنا عز وجل اللي هو بيحاسبني عز سبحانه وتعالى مش هيجي يقول انت في مصر مسلم بس انت في امريكا هم بلد مش مسلمين، فاعمل اللي انت عايزه ولما ترجع مصر نحاسبك من جديد. ما عندناش ده. قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، فنحن مرهونين بما نفعل. وقال الله عز وجل إن السمع، سورة الإسراء، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أنا المسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى. فإذا النهاردة نقدر بالضبط، هقول إيه، هدي مثال، لو إحنا نقدر نطلع الروح بره الجسد ونعيش، هنعرف حد يعرف يعمل ده؟ لا طبعا. كذلك الدين، أنت طالما ارتضيت بهذا الدين، رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، طالما ترضيت بالإسلام دين يبقى أمشي وفق هذا الدين اللي هو في الأصل بيحافظ على البيت والأسرة والمجتمع والدولة وبيحافظ على النفس. دي أمور واضحة جدا. إنما أنه يصبح الزواج عبارة عن فكرة اللي هي سلعة
الإسلام نهى عن ده. ده حتى الإسلام نهى عن ده. هفترض واحدة فقيرة جدا وواحد معاه فلوس كتير جدا قال لها أنت فقيرة مش لاقية تاكلي، أه طب تعالي اتجوزي، أنا هتجوزك ساعتين ثلاثة يومين ثلاثة أسبوع هديك 5 مليون جنيه. هل نيجي هنا نقول ما هو الفقر اللي هي عايشة فيه وحياتها الضحلة وحياتها فهي خدت فلوس مقابل يومين ثلاثة؟ هذا لا يجوز، حرام. يعني الإسلام حرم أن يكون الزوج أو الزوجة يعني الرجل سلعة. ما هو هنا أصبح إيه؟ البنت هنا في حالة الرجل الغني اللي عايز يتجوز واحدة صغيرة ويطلعها بعد أسبوع أو اتنين أصبحت سلعة. وكذلك العكس، اللي عايزة من الراجل حاجة معينة وخلاص تسيبه أو تتطلق أصبحت سلعة. فدي سلعة ربنا عز وجل كرمنا، إحنا مش سلعة بتباع وتشترى. إحنا في نفس وفي روح وفي كيان كامل اسمه دين بيحكم الحياة. فالنهاردة اللي أنا أقدر أقوله أنه مهما توافد علينا من الفيسبوك تحديداً أو السوشيال ميديا طبعاً وغيره من فكرة عايزين نواكب العصر وفكرة عايزين نكون متقدمين وفكرة عايزين نكون متحررين وفكرة عايزين نكون يعني العصرية، ما هو في فرق بين أن أنا أعيش العصر بس أنا ما نسيتش الأصل. أنا عندي أصول ما كسرهاش. وعندنا مثل يعني يقولك على الأصل دور، اللي مالوش كبير بيشتري له كبير، ده طبيعي. طب أنا النهاردة عندي أصول، أفرط في الأصول علشان أفكار أجربها مثلا؟ لا بس هي مش للتجربة، يعني هي الناس مش بتعمل ده للتجربة. هفترض إن هي اتجوزت كحل أخير وحل نهائي، ما هو ده مش حل. يعني مع احترامي طبعا لوجهة النظر دي كما يقولون، اكيد انا مش معاها بس لا انا فاهم. لا انا بتكلم عموما باخد وجهه النظر الثانيه للناس اللي بيشوفونا. انا احترم الشخص وجهه نظره خلاص ده رايه، بس احنا بنرد على هذا الراي بنفس الفكر، بفكر يعني نرد عليه او نتكلم عنه. فالامر هنا ان هو بيظن ان ده حل او هي بتظن ان ده حل، هذا ليس حل. بالعكس، ده هي حطت نفسها في تجربه. وفي نقطه ثانيه، من يضمن ان هي ممكن يحدث حمل؟ مين يضمن؟ مش بتاعتنا دي برضو. يعني هو هنقول هنعمل تحاليل واشعاعات وهنعمل حلو جدا، ما بيكونوا كده فعلا وربنا لا يريد لهم ان الاثنين دول. هي عمليه التلقيح فعلا يعني ممكن مره واثنين وثلاثه وما تكملش. في كلمه جميله جدا يعني قالها حد كده سمعناها كتير يعني بس هي كلمه جميله جدا، يقول لك ما تتحداش ربنا. يعني ايه ما تتحداش ربنا؟ يعني ما تبقاش عايز تعمل حاجه انت عارف ان هي غلط او حرام وتلف عشان تحط لها مسمى، نقول لهم الحلال والحرام وتلف عشان تسميها اسم مختلف فتقول اعمل دي بس مش بالاسم ده. زي بالظبط دلوقتي فكره الزنا اللي احنا قلنا عليه في الاول، اصبح سنجل ماذر بالمسمى اللي عندنا للاسف طبعا بره في او بشتري راجل او مثلا او فكره الخمره. يا جماعه دي مش خمره، دي مشروبات روحيه. لا دي خمره حرام. يعني من ضمن مداخل الشيطان انه يغير في الاسامي علشان وجع الذنب ووطئه دخوله على نفسي او على روحي او على قلبي هتوجعني واحس ان انا بعمل حاجه حرام، فلما اغير الاسم شويه هيبقى يعني قربت. هي في النهايه يعني بحس ان هي نظره انانيه قوي، لان انا في الاخر هيجي لي اولاد ما عندهمش اب او ابوهم مش عاوزهم. يعني انا هعمل جيل من الناس المعقده نفسيا. لا ده انا عايز اقول حاجه ثانيه. احنا عملنا الفكره دي لو استمرت احنا بنصنع مجتمع بلا مجتمع. يعني ايه؟ يعني اصبح عندنا ناس كل واحده معاها ولد او بيبي وهي بتربيه، وده في الخارج فعلا في ناس كده وبيجي لهم حالات انتحار واتعمل افلام كتير ان هو عنده 80 طفل، ويعني واحد عنده 80 فين طفل. اذا كان الامر شرعي، لو كان الاب توفى تقول له حبيبي بابا توفى، او بلغه الشارع المصري البسيط الجميل انه مش عايزه تقول له مات فمش فاهم فقوله عند ربنا. او البديل ان والله يا حبيبي احنا انفصلنا، هفهمه يعني انفصلنا بقى. اذا في اب، انما بابا فين؟ بابا انا عارفه بابا فين بس ما هو مش بابا. دي كانت مصلحه. فجواز مصلحه اللي هو الشرع ما قالش عنها. الجواز مشاركه، الجواز حياه، بدليل بسيط جدا ده الاسلام. طب الحل ان هي تتبنى طفل يعني لو هي ما هو ده حل جميل جدا. اللي هو في دار الايتام موجود عندنا دور ايتام كتير جدا، نروح دار ايتام ونشوف طفل لسه مولود ولا ملوش اهل يعني ونربيه، بس مش هنغير اسمه طبعا. ما ينفعش يتغير يعني طبعا هيتنيه بنفس الاسم، ولكن هنربيه عندنا، هنربي البيبي ده عندنا. فانا عملت ثواب
وعملت اللي انا عاوزاه. يعني خلاص انا كده عملت اللي انا عاوزاه، وفي نفس الوقت انا عملته بحلال وعملته بسبب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. فالموضوع بقى حلال وبقى فيه بركه. وعايز يعني اقول بحاجه في النقطه دي، عايزين نركز على دعاء جميل جدا النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا لما يكون اتنين بيتجوزوا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فبارك الله لكم وبارك عليكما، انا داخله جوازه مصلحه. انا مش عايز ربنا يبارك. يعني انا مش عايز يبارك هي لا في لا في العمر ولا في السعاده، لان الموضوع بالنسبه لي شويه وقت. والله المصلحه حصلت خلاص، ما حصلتش نستنى. يعني هم الناس برضو مش بتفكر، او الستات مش بتفكر بالشكل ده ان هي تبقى مصلحه، بس هي بتفكر ان انا عاوزه اجيب طفل وخلاص. يعني هو ده التفكير، علشان برضو الناس اللي بيشوفونا. لا هي كده مصلحه، هي مصلحه طبعا للراجل اللي عمل كده، هو اللي خد المصلحه. وفي الاخر هندخل في نطاق الحلال والحرام، ده حقيقي. فنطلع حرام في الاخر، فيبقى العمر اللي احنا بنقضيه بندور على رضا ربنا عز وجل في كل نظره، في كل لحظه، في كل حاجه. فجاه عملت حاجه غلط خلتني طول العمر موجوعة منها، ما فيهاش بركة. وربنا سبحانه وتعالى أنا يعني بارست الله عز وجل بمعصيته بالحرام وجهرت به. بل مش كده وبس، أنا ممكن أخلي غيري يفكر زي، فمش بس أنا عملت ذنب لوحدي، لا ده أنا في 2-3-4-5 عملوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهرة اللي بيجاهر إن إياكم والمجاهرة، يعني محدش جاهر بالذنب. يعني إيه؟ إن الواحد عمل ذنب وربنا ستره. لا، يصبح يكشف ستره، يدافع عن القضية، يطلع يتكلم عن القضية ويدافع عنها. وللأسف عايز أقول حاجة بسيطة جدا، إن هناك من يظن إن الحاجات الشاذة اللي بتحصل، أنا بتكلم عموما مش على الحاجة دي بس، الحاجات الغريبة الملفتة اللي هي خلف تعرف أحيانا هتعمل انتشار أكتر، هتعمل مشاهدة أكتر، هتعمل حاجة جديدة أكتر. بس في حاجة جميلة جدا، لو رجعنا للدين هنستريح. ليه؟ لأن كل ما نفعله مبني على أدلة. عندنا قرآن ده وحي، والسنة وحي، احنا عندنا وحيين مش وحي واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. فلما نرجع للدليل من القرآن والسنة الصحيحة هنستريح، هنحس إن احنا حياتنا مرتبة. النهاردة العالم كله بيدور على يعني قيم ويعني أخلاق وضمير وحاجات كتير، كل ده موجود عندنا على فكرة. يعني كل ده عندنا، بس لما احنا نبدأ نمشي على الخط ده، واحنا عندنا في القرآن كل يوم عندنا 17 ركعة فريضة، اللي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، 17 ركعة فريضة ب 17 سورة فاتحة ركن. لازم أقرأ الفاتحة في الصلاة اللي فيها اهدنا الصراط المستقيم. الصراط مين؟ صراط الذين أنعمت عليهم. يعني أنا كل يوم يا رب ارزقني الصراط المستقيم، أنا بدور على ده واهدنا ده يا رب. ففجأة أعمل حاجة جديدة غريبة وأقعد وأسأل سؤال بسيط، اللي عايزة تعمل الفكرة دي تحت شعار الحرية. أيا كان بقى ما هو تحت شعار الحرية، ولكن أنا عبد لله عز وجل. ده حقيقي. هرجع بعد كام سنة أو بعد كام شهر هقول إيه اللي أنا عملته ده؟ ممكن تبقى هوجة وأنا ما خدتش بالي قوي. وعندنا علميا الإنسان ما ياخدش قرار في حاجتين، لو أنا غضبان أو لو أنا فرحان قوي. فانا في حاله من عدم الاتزان، خدت قرار بعد فتره لما حصل عمليه اتزان، وابني مع اول كلمه هيقولها بابا فين، ممكن احس كل اللي فات ده بيوجعني بالسنه، خلاص هيبقى كابوس، وهيبقى بالزبط. كابوس الناس عايشه فيه حقيقي. يعني انا بشكرك جدا، ويعني اتمنى ان احنا نكون فدنا كل الستات اللي ممكن عندهم افكار انه لو انا الوقت خلاص ابتدى يقرب ويخلص بيا وما اقدرش ان انا اكون ام، اعمل العمله دي واتجوز واحد في الاخر اعمل حياه كلها حرام. انا بشكرك جدا، واستنونا لسه مكملين معاكم مع دودي في الفقره اللي جايه.